So far احنا بالكورس تعرفنا على يعني في بداية خلينا نسميه الجزء اللي اخذناه لحد الآن اللي هنا اول اربع شابتر. في جزء اخذناه على البيسكس اللي علاقة بنتوركينج بشكل عام، وجزء اخذنا البيسكس تبعات الانترفيس اللي هم الفانكشنز، قلنا على الكلاينت سايد مينلي. طب الان خليني اصير اسال انا طلاب افضل. بما انكم كمان حليتوا الاسايمنت الاولى، المفروض الان يعني عندكم وضع يعني فاهمين الانترفيس او الاي بي اي تبع السوكت. يحيى القرعان معنا؟ يحيى أحمد بهمام أحمد بهمام عبد الله الضامن، خليني أسألك إنك موجود أنت هسا الكونكت شو بيساوي؟ اول شيء السوكت بتفتح الكونكت بيجيب لي مين رقم السوكت ديسكريبتور. مين بالعاده بيستخدمه، الكلاينت ولا السيرفر؟ الكلاينت. طب شو علاقه الكونكت، يعني شو بيساوي، شو علاقته بالتي سي بي؟ خلينا نقول ببلش بده يفتح كونكشن، كيف بده يحكي مع السيرفر؟ بده يفتح كونكشن. التير شو التير من المستخدم بالتي سي بي لما نجي نفتح كونكشن؟ ستارت شو؟ مش فاهم سؤالك دكتور. بس مش بالتي سي بي عشان يبلش اول شيء بيعمل استابلش لكونكشن. بعدين بعمل ثري واي هاند شيكينج. ثري واي هاند شيكينج. فالكونكشن يعني ضروري نفهم هاي الكيز وورد. كونكت بيبلش لثري واي هاند شيكينج على الطرف اللي بده يشتغل واللي بالعاده الكلاينت زي ما حكي. طيب صبا الخطيب معنا. سبدي أسألكو صبا، خالد رجال، خالد رجال، ريان. نعم دكتور. أنا لأني ما بناديش عليكم بالعادة فمش حافظ أسماءكم، فضروري هيك أظل نادي عليكم على الأقل يصير أعرف أسماءكم. ريان الأكسبت وين يستخدم وشو بيساوي؟ أكسبت جهة السيرفر. جهة السيرفر شو بيساوي؟ بتعمل شايلد للكلاينت. لا يعني تحجز له عشان تخدمه دكتور، يعني تقبل الهاند شيك. طيب صحيح، تقبل الهاند شيكينج عشان تتعامل معه صح، بس ما لهش علاقه بالشايلد. ماشي، بي كيرفول. يعني انا قاعد بحاول اراجع الماده اللي كنت بدي احكيه، بدي اراجعه من خلال الاسئله عشان يعني كويس انه انتوا هيك الشيء اللي مش مترسخ بدماغكم هسه مترسخ بدماغكم من خلال الاسئله. اذا الاكسبت هي دورها تقبل دكتور، هي اللي بتعمل نيو سوكيت. دقيقه شوي علي منار اللي بتحكي، دقيقه شوي بس. زي ما حكى ريان اكسبت هي بتقبل الكونكشن. طيب شو بعد ما تعمل الكونكشن شو بصير عندي؟ ما فهمت سؤالك دكتور. هسه الان اكسبت بيجيها 3 واي هاند شيكينج صح؟ بعدين شو بتعمل؟ تقبل الكونكشن زي ما حكيت انت صح؟ طيب يعني هو هذا كفايه. امجد
أمجد قهوجي معنا؟ معك دكتور. أمجد الآن في عندنا على السيرفر شو في functions خاصة بالسيرفر، يعني مثلا البايند دكتور. البايند يعني هو ممكن نقول انه هو ممكن استخدامه على الكلاينت. هو ممكن اكيد. طيب لكن العادي يستخدم بده يعمل شير لمعلوماته يعني الكلاينت عادي. شو هي شير معلومات؟ ايش الاي بي والبورت. طيب اذا ما عملش بايند بيعمل الشير؟ لا، ما هو الكلاينت هو اللي بده يشبك على السيرفر. يعني الان اذا في عندي كلاينت انا مش عامل بايند وجي لعندي انا سيرفر، بقدرش اعرف معلوماته؟ بتوقع لا. لا بقدر. بس هي الفكره انا بعتبر جوابك صح يعني، بس على اساس احنا بنناقش الفكره يا امجد انه الكلاينت بالنهايه فيه بدها تطلع من عنده باكيت، صح؟ الباكيت هاي فيها سورس اي بي وسورس بورت، هذول تبعين الكلاينت. الان اذا انت ما عملت لهمش اساينمنت باستخدام البايند، مين اللي بيعمل اساينمنت يا امجد؟ دكتور ما سمعت سؤالك عشان الصوت راح والله. بقول الان بالنهايه انت عندك باكيت حتطلع من الكلاينت، الباكيت شو فيها؟ سورس اي بي وسورس بورت، صح؟ تمام. طيب الان اذا انت ما عملت لهم مش اساينمنت، شو الفانكشن اللي بيعمل لهم اساينمنت؟ الفانكشن اللي بيعمل لهم اساينمنت انت حكيته قبل شويه، البايند. البايند. طيب اذا البايند ما عملت لهم مش اساينمنت اكسبليسيتلي، يعني اذا انت معينتهم مش على وجه الخصوص اني بدي الاي بي الفلاني البورت الفلاني، مين اللي بيعينهم؟ ما بعرف. مش قلنا بيعينهم الاو اس بالنيابه عننا، صح؟ يعني بالنهايه عمرك شفت او تتخيل في باكيت تطلع ناقصه فيها سورس اي بي وسورس بورت؟ اذا لازم الباكيت لما تطلع يكون فيها سورس اي بي وسورس بورت، وهذول الطرف الثاني اللي هو الريسيفر او السيرفر بيقدر يعرف معلومات الكلاينت من خلالهم. فالبايند هو صحيح مختص بالسيرفر لانه السيرفر لازم يكون يستنى على بورت بالاول. طيب جمانة، جمانة خريس معنا؟ جمانة، ريهام العمري، ريهام شكله فيش حضور مش عارف ليش. محمد شطارة صوتي مسموع شباب؟ مسموع. طيب بسيط دكتور، بس شوف البارتيسيبنت. لا ما فيش حدا، ماني منتبه، ما فيش حدا، بس شكلكم صرتوا تخبروا الطلاب اني قاعد بسال. هسه بلشوا الشباب يفوتوا. وسام الزبيدي، انس خضيرات، انس خضيرات شكلي اذا بضل هيك حكمل لآخر الشعبة. حمزة عويضات. تفضل دكتور. طيب شو الفانكشن اللي بخليني اعمل كرييت لبروسيس؟ كرييت لبروسيس هذا مش بالاساينمنت، صح؟ لا هذا مش بالاساينمنت. الفورك. طيب الفورك بترجع قيمتين، شو بترجع للبيرنت؟ وبترجع للتشايلد، هي عشان نعرف احنا بالبيرنت ولا بالتشايلد، كيف نميز؟ للتشايلد صفر. للتشايلد صفر لازم البوينتر تبع القيمه اللي بنحطها يساوي فورك يساوي الفانكشن ريتيرن فار، لازم تكون صفر، هيك بنعرف انه احنا عند الفورك عند الايفنت عند التشايلد. صحيح، شو بترجع للبيرنت؟ عند التشايلد.
شو بترجع للبيرنت؟ مش عارف، بتذكر احنا كنا بس بنحطها انه ناسي صراحه يعني قبل فصل. لا انت انت فيش داعي تسوي صفر، بتكون تشايلد إلس اللي يعني بترجع شيء اللي هو انتجر. هسه الانتجر هذا شو يمثل؟ اللي هي البروسيس، هذا زي ما نقول البروسيس اي دي تبعت التشايلد سكريبتر يعني مثلا. يعني بروسيس اي دي للتشايلد. اذا كانت صفر بتكون شايلد. اذا كانت صفر بتكون جوا التشايلد، ما انا عارف حالي. واذا كنت غير الصفر اي قيمه، هي بيكون البروسيس اي دي تبعت التشايلد للبيرنت عشان يضل يتابعني، يعرف شو اخباري، وين رحت، يعمل ويتنج علي وهكذا. راح نشوفه لقدام. طيب كويس حمزه، خلص خلينا اوقف هون وارد اثناء المحاضره ارد اكمل الاسئله. طيب الآن هنبلش نحكي نأخذ إكزامبل. شوفوا جماعة، حمزة بدك تحكي؟ حمزة لا، يمكن رافع من قبل. أنا خلص. طيب دكتور، أنا نادات على اسمي بس لما نادى أول ما نادات وقف عندي الزوم على التليفون عشان الأسئلة للأسايمنت. لا أنت لما ناديت عسمك أنت ما كنتش بالليست أوف. أنا دخلت على دخلت على المحاضرة أول ما بلشت بس فصل عندي، وهسه ورجعت عملت كونكت مرة ثانية. طب كيف سمعتني إذا كنت فاصل؟ إني ناديت عسمك. كيف سمعتني إني ناديت عسمك إذا كنت فاصل؟ فاتح من دكتور، انا بال شو اسمه بالسياره طالع على الجامعه وعلى شارع البتراء، سمعت اسم انس، بعدين شو اسمه فصل، واجا وصاحبي بعث لي قال لي وين رحت داري. يعني انا مش عارف كيف سمعت عندي اسمك وكان فاصل. طيب anyway يعني انا مريت عليك ما كنتش موجود. فصل عندي بس حكيت. طيب بنشوف المحاضره، نشوف بلاش نضيع الوقت. تمام دكتور. الان بالشابتر 5 راح نبلش نحكي عن اكزامبل. بدي يعني تركزوا معي بالاكزامبل، لانه هذا الاكزامبل حيتم ذكره من هون لنهايه الفصل. يعني الان كل الكودز اللي بده يشرحها بالكتاب مبنيه على هذا المثال، وبصير يشرح به المشكلة الفلانية موجودة بالمثال هذا، بشرحها كيف بتصير المشكلة وبيجي بحلها. شابتر الجاي، شابتر اللي بعده بشرح مشكلة ثانية برد بحلها، شابتر اللي بعده مشكلة ثالثة برد بحلها، بعدين بقولك خلينا نحول هذا لمالتي ثريدينج، خلينا نحول الكود هذا لمالتي بروسينج، خلينا نعمله نان بلوكينج. هذول كل واحد شابتر تقريبا. ماشي شباب؟ فضروري هسا مش كل مرة بدي آجي أشرح مثلا المالتي ثريدينج أرجع أفتح لكم الرسمة هاي وأقول لك نتذكر شو سوينا وشو كوينا. ضروري نتخيل شو الموجود. طبعا هي سهلة، مش اني يعني بقول هيك لانها صعبة، بس لانه حتتكرر كثير. يعني من خبرتي بتدريس المادة بنسوا الطلاب شو الكود اللي مشتغل عليه، ففي ديتيلز مهمة عشان تفهم المشكلة اللي بدي يشرح لنا حلها لقدام. فخلينا الان نفهم الفكرة العامة. الفكرة العامة في عندنا سيمبل ايكو كلاينت اند سيرفر. شو يعني ايكو؟ يعني الان شو بتودي له سترينج بودي له سترينج برجع لي زي ما هو، زي البينج يعني، بس البينج بودي لي انه الجهاز شغال بس ذاتس ات. ماشي، هذا خلينا نسميه، طبعا جزء اسم مش دقيق كثير بس عشان تتوضح لكم الفكره. ماشي، هذا البينج على مستوى الابلكيشن. ماشي، هذا يعني سمبلي بودي له هلو برجع بودي لي هلو، يعني زي كانه حاط امراه عنده. ماشي، زي كانه حاط امراه، هاي الامراه شو انا بودي لها بتعكس لي اياها بترجع لي. That's it. إذن الكلاينت شو بيساوي؟ في عندي two codes، الكلاينت والسيرفر. الكلاينت read a line of text from standard input، عادي نقول لليوزر دخل some input. إذا بشتغل C++ أنا بقول له CN، إذا بشتغل C بقول له F gets. شي؟ بقول له F gets، هذا الفانكشن اللي بقرأ من الكيبورد. او في فانكشن ثاني اسمه سكان اف، بس احنا مستخدمين اف جيتس. شو بعدين بودي الحكي هذا للسيرفر. كيف بودي؟ خليني اسال محمد محمود المزاري. محمود،
نعم دكتور. شو السيستم كول اللي نستخدمه عشان نودي داتا على السوكت؟ رايت. رايت ماشي، يعني حيب هيك الواحد يكون يجاوب رايت. طيب اذا داخل الكود تبعي بده يكون في عندي رايت. طبعا شوفوا الكتاب، الكتاب مستخدم رايت ان وريد لاين ماشي. هذولا هذولا هما يوزر ديفايند فانكشن موجودين، متذكرين اليو ان بي دوت اتش، هاي اللي بحطها الاوثر داخل اول الكود تبع الكتاب، اول ما تفتح الكتاب هذا داخله في تعريف لفانكشن اسمه رايت ان. رايت ان هذا اكشلي الرايت ان هو عباره عن فور لوب، فور لوب جويتها الرايت سيستم كول اللي كنت احكي عنه. بس هو ليش عاملها رايت ان؟ يعني بقول له اكتب لي 200 بايت، بيظل يعمل لوب، يعني لانه متذكرين لما حكينا كيف البفر تبع تي سي بي كيف بيعمل، بنقول من الابلكيشن بفر للكيرنل بفر، هذا حكيناه بشابتر 2 اي ثينك او 3 اذا انا متذكر صح. ممكن البفر ما يكونش فيه وسعه غير ال 20، بكتب ال 20 وبرجع، فهو ما بده يصير معه الحاله هاي، فبدخل بلوب حتى يضمن ان هاي باراميتر، يعني زي كان انه كتب الكمية هاي المطلوبة. فهو فعليا انت لما تشوف هذا رايت ان او ريد لاين، او في اسمه ريد ان كمان، في فانكشن اسمه ريد ان، هذول يوزر ديفايند موجودين يو ام بي. احنا الان للفكرة العامة اللي بتهمنا بكفينا نعرف انه في فانكشن اسمه رايت ماشي، اللي هو اللي بكتب يعني. طيب على الطرف الثاني على السيرفر بده يكون شو هنا، شو قبل ما تصل الداتا هاي؟ خليني اسال منار، منار الخطيب، منار معنا؟ منار الخطيب، روان العمري، روان العمري. نعم دكتور. الآن السيرفر قبل ما يكتب الكلاينت شو كون يساوي؟ تحليته الكود تبع الأسايمنت. حلا احكي يا حلا. دكتور سألك أن السيرفر شو بيكون يعمل؟ هو بيستنى بالكلاينت، هو انه بعد ما يعمل اكسبت، هو هذا اللي بيكون بيعمله. شو هو اللي بيستنى بالكلاينت صح؟ بيكون ويتنج لل بالضبط، حدا من الكلاينت يجي بعد الاكسبت بالضبط. اذا هذا الستيت، الستيت تبعت السيرفر قبل ما الكلاينت يكتب is waiting، مو بدي يعمل سيرفيس للناس، فايتس ويتنج ايش؟ ويتنج للكونكشنز. فالداتا وهي ماشي هون على الطريق هيك ماشي، بيضل هذا ويتنج. لما تصل لهون شو قلنا بصير يا حلا لما يصل لهون؟ زياده، لو تعطينا معلومات زياده. بكون هو ويتنج بالاكسبت صح، بعدين بصير بيخلص ثري وي هاند شيك، بترجع الاكسبت. شو اول فانكشن بدي استخدمه بعد ما ترجع الاكسبت؟ بدي اعمل ريد. ليش أصلاً أنا رجعت من الأكسبت؟ لأنه في واحد كتب لعندي صح؟ فمباشرة شو بفروض أعمل؟ ريد، إنه أقرأ الريكوست تبعه. طبعاً هو بيعتمد على الديزاين تبعك، هو من بعد الكونكت ممكن بيكيرفول، ترى بعد الكونكت ممكن السيرفر اللي يكتب بالأول، بس إحنا بالديزاين تبعنا الكلاينت كتب، إذا السيرفر أول شيء. طبعاً أنا اللي كاتب الكود تبع الكلاينت والسيرفر، أنا الديزاينر، أنا فاهم كيف بتم يشتغلوا. فالمفروض واحد يكتب، واحد يقرا. طيب ادم، ادم معنا؟ ايوه دكتور. هسه بدي تجاوبني، اشوف انك يعني اخذت الاوبريتنج سيستم اكيد. كويس بالاوبريتنج سيستم يعني ماشي. يلا طيب هسه لو السيرفر عمل هون شايف انا قاعد على شايف السلايدات، لو عمل رايت ايوه شو بصير؟ شو المصطلح اللي بصير بالأوبريتنج سيستم؟ تذكر؟ أو أقول لك بتقول أوبريتنج سيستم شو بصير؟ أنت شرح لي هيك سنس. يعني يعمل رايت بدل ما يعمل ريد،
آه بدل ما يعمل ريد بالغلط أنت بكتب كود قاعد، بدل ما تعمل ريد عملت رايت. بتصير هاي مع الطلاب ترى، وكانوا يجوا ويجي يقول يعني كيف خلاص نستسلم، أنا بطلت مش عارف أحل خلاص مش فاهم كذا. بس هي مشكلة حتصير. شو المشكلة؟ بديش تعطيني الـ operating system in general. مين بيعرف؟ أنا بعرف دكتور. دقي شوي أشوف بس من مش شايف اللي رافعين، حدا رافع يده؟ دقي شوي أشوف ال two participants اللي هم حمزة وحلا وأفنان. طيب خلينا نشوف أنس رافع يده. أنس احكي يا أنس. دكتور بيصير اللي هو الريس كونديشن لما اثنان يحاولوا يكتبوا بنفس الوقت. طيب يعني مش ريس كونديشن بس شو يعني انت من جنرال؟ طيب شو يعني هم اثنين بيحاولوا يكتبوا بنفس الوقت؟ بي كيرفول ان جنرال شو اسمه، لانه فعليا هي الرايت اللي كتبها الكلاينت بدها ترانسميشن وبروباجيشن تتصل، يعني هم مش بنفس الوقت، هم كمان على ديفرنت ماشينز. الريس كونديشن بصير على سيم ماشين. اللي بيصير انه السيرفر بيكتب الريبلاي وبيبعث للكلاينت بدون ما وممكن الريبلاي يكون غير الشيء اللي الكلاينت. لا 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 بعدت. مين؟ افنان احكي. افنان ديدلوك. افنان احكي. ديدلوك. اذا بصير عندنا شيء بنسميه ديدلوك، يعني انا كل واحد كتب على جهة، ماشي، كل واحد كتب على جهة وبالمقابل كل واحد بيستنى الثاني، بس أنا قاعد بكتب وأنت قاعد تكتب، أنت لا تردي لي ريبلاي ولا لا حابدي لك ريبلاي، حنضل ديدلوك، ماشي. فبي كيرفول من الشغلات تاي، ماشي، بي كيرفول من الشغلات هاي. طبعا بجوز أنا بشرح أكثر من شغلة بنفس الوقت وبدخل أكثر من شغلة. الآن الخلاصة، إذا أرجع عشان بس كلير. نرجع هون، اذا عندي كلاينت كتب داتا قراها السيرفر، جوا السيرفر هون عمل بروسيسنج، ماشي، عمل هاي العادي، هذا الجنرال تيرم بصير بروسيسنج هون. شو البروسيسنج اللي صار؟ سمبلي قرات الداتا اللي من هون وكتبتها على السوكت هاي، هيك ايش هاي المرايه اللي كنت احكي عنها انا، ماشي، جتني الداتا هون اخذتها زي ما هي السترينج وعملت له هون ايش رايت، كتبته له هون، معناته المفروض الكلاينت يكون بعد ما عمل رايت هاي الكلاينت شو مباشره راح يعمل ريد، والريد عن بلوك بستنى شيء يجي، عشان هيك بنقول لك ممكن تصير ديد لوك. هذا بلوك، واذا هذا كتب بعد الكتابه هذا يعمل ريد كمان وهذا بلوك، فاثنين عم بستنوا ديد لوك بتصير، ماشي، اثنين بتصير ديد لوك. يعني يعني جزء كلامي مش دقيق، بدها ظروف ثانيه، ماشي، بس الفكره انه بدي احافظ على الترتيب هذا، اللوجيك تبع الفلو اوف داتا، ماشي، اللوجيك تبع الفلو اوف داتا. طبعا الان الكلاينت بس يستقبل الداتا اللي هو اصلا بعثها ورجعت زي ما هي، شو بيعمل؟ بيعمل بيطبعها على الشاشه باستخدام الفانكشن اللي اسمه اف بوتس او بالسي بلس بلس مستخدم سي اوت، ماشي، سي اوت. اذا السيرفر ريد ذا لاين فروم نتورك، النتورك جاي ورايت ات باك زي ما هو للكلاينت، والكلاين ريد الاي كود لاين اللي يرجع من السيرفر وبرنت ات على الشاشه، ماشي، برنت ات على الشاشه. This is simply اللي هو المثال اللي حنضل نستخدمه لاخر الفصل. سمبل اكزامبل عباره عن سنت سترينج، طبعا سترينج بنودي برجع لنا السترينج هات ونطبعه على الشاشة. That's it. ماشي. That's it. This is the code of the server. ماشي. عندي الكود تبع السيرفر. لاحظوا. في شوية definitions هون. نبلش نعمل create لسوكت. تنسوش. هنقرأ. هاي capital S. ماشي. شو في كمان. هاي capital B. هاي كابيتال ال. ما حدا يكتب الكود تبعه مباشره هيك،
اللي بده يكتب كود مباشره الان اف ستيتمنت هذا لازم ينحط باف ستيتمنت. بس قلت لكم انا شرحنا الكونسبت هذا بدايه الشابتر 2 الاوثر عشان ما يكثرش لاينز حط الاف ستيتمنت هون ويصير عندي كيسز هون عشان يضل اللاين هيك قراءته سلسه. هذا الكابيتال اس او الفان اسم السيستم كول ببلش بكابيتال لتر وبكون هذا معرف هون هو نفسه socket function بس داخل الديفينيشن بحط الاف. اذا اموره تمام برجع واذا اموره تمام بعمل اكزيت. اذا الايرور تشيكينج معمول هون ماشي معمول هون مش واحد يجي يقول لي اذا الكتاب ما بيعملش. حكينا عن هاي الفكره. اذا فتح socket اذا الامور تمام بيرجع لي ديسكريبتر اسمه listen file descriptor. لاحظوا الان من نصفر ايش صفر السيرفر ستراكتشر. انا وين يا جماعه؟ انا داخل السيرفر معرف تو سوكيتس واحد كلاينت واحد سيرفر. الفاميلي اي بي فيرجن 4 الادرس شو معنى هاي ان ادرس اني. خلينا نسال والله بعرفش اذا بتتوقع مين بيعرف اللي حب حد يعرف لحاله. دكتور أمجد بك تحكي احكي دكتور. هاي لأنه بكون السيرفر له أكثر من IP يعني فهو بحط أني عشان يعني السيرفر يحدد على أي IP يشبك معه. حمزة بدك تحكي ولا من أول رفع يدك؟ بدنا نحط هاي دكتور بيعطينا افضل اي بي ادرس للجهاز. ما هو يعني السوكت موجود على نفس الجهاز فراح يعرف. شو قصدك شو قصدك يعني نفس الاي بي ادرس تبع الجهاز؟ شو قصدك افضل اي بي ادرس؟ يعني هسه لما نستخدم ان انا هسه بتذكر قرات عنها وكنت احطها بالسيرفر على اساس انه خلاص تعطي بياخذ الاي بي ادرس تبع الجهاز نفسه ما بتحتاج انت تدخله. طيب. او انه يكون بالارجيومنت. طيب حلا بك تحكي نفس الشيء دكتور انه ما في سبيسيفيك اي بي ادرس انه اي اي بي ادرس بودي المشين بقبله. بقدر هلا استخدم بقدر استخدمها على الكلاينت هاي؟ لا. ليش؟ بس على جهه السيرفر لان الكلاينت هو راح يودي الاي بي ما يعني. طيب رامي بدك تحكي شيء؟ دكتور يمكن تكون اللي هي مسميها مش local local connection اللي هي نسيت ايش هي اللي هي يعني بياخذ اي ادرس اللي هي مش local connection تكون طيب. global connection يعني معظمكم بتمحور حول الاجابه الصحيحه يعني معظمكم اجابه صحيحه. الان ان ادرس اني اول شغله ملاحظات خلينا نحكي الملاحظات. اول شيء هاي تستخدم فقط بالسيرفر. ان ادرس اني كفاليو يا أربع أصفار يعني 320 ماشي أربع أصفار اللي هي بالآي بي أدرس 0.0.0.0 اللي هي 320. الآن يا جماعة إن أدرس أني بتنحط على الطرف اللي بده يعمل listening. هسا يا جماعة أول باكيت من مين تطلع؟ أول باكيت بالكونكشن من طرف الكلاينت. اذا اول تذكروا احنا يعني قاعده عامه يا جماعه لا تنسوها الباكيت اللي بتطلع كان من سيرفر من كلاينت من راوتر وين ما بدك باكيت وهي ماشي على الطريق دائما فيها سورس اي بي سورس بورت ديستنيشن اي بي ديستنيشن بورت ماشي. طب يا دكتور ما انت قاعد تقول هاي القيمه صفر شو يعني السيرفر صفر؟ لا هاي معناها يا سيرفر يا كيرنل اللي لوكال عندي الكيرنل. إذا أنا كان عندي أكثر من IP address أي واحد بيعمل connect على أي واحد من هذول IP addresses يقبل. واضح شو معناها؟ هاي معناها إنه أي واحد بيعمل connect على any of my IP addresses يقبله مقبول. يعني الآن إذا كان السيرفر multi home ماشي multi home ممكن يشبك عليه باستخدام من اللي يشبك عليه الكلاينت. ممكن الكلاينت يعني يرن عليه باستخدام اي اي بي ادرس له. الان بما انها كلها زيروز ماشي انا هل هذا يخالف
المعلومة إنه أنت عندك سيرفر وعليه عفواً عندك سيرفر ومعقول الباكيت بتطلع زيرو؟ لا يا جماعة، هسا السيرفر ما بيطلع باكيت، سيرفر بيستقبل أول باكيت اللي هي جاي من الكلاينت، لما يستقبلها ويعمل لها ريبلاي باك بيكون استخدم السورس اي بي اللي جاته بالباكيت والديستنيشن اي بي اللي جاب الباكيت، برد بعكسهم وبرجعهم بالباكيت الراد اللي بده يرد فيها. فهي هاي فقط عشان بالبداية يعمل لسنينج، ماشي يعمل لسنينج. كأني شفت أنس، شام أنس، أنس رافع ايدك كأنك كنت دكتور كنت عشان السؤال اللي قبل انه السيرفر يصير يعمل لسن على كل الانترفيسز اللي عنده. صحيح صحيح، بيعمل لسننج على كل الانترفيسز اللي عنده. الجواب